هنبني ايه بكرة؟ سؤال بنجاوبه بقالنا سنين، وكل مرة بإجابة مختلفة. بنبني المستقبل، بنبني كوميونيتي مترابط، بنبني الراحة ليك ولأولادك، وبنقربك خطوة للرفاهية. بس مع كل إجابة بتحلى التفاصيل. احنا تشييد ديفلوبمنت، خبرة عملية تقدر تعتمد عليها عشان توفر لك وتحقق لك الراحة اللي تستحقها انت وأسرتك. مشاريعنا بتتميز بالموقع المناسب اللي يليق بيك. في مشروع زي يو بارك هتلاقي الأمن والأمان، هتلاقي راحة بالك وانت بتركن عربيتك، هتلاقي السهولة وانت رايح شغلك عشان هما خطوتين لأي حتة رايحها في اسكندرية. هتلاقي البساطة في كل تفصيلة، من أول التشطيب المميز لحد الاعتمادية وراحة ما بعد البيع. هتلاقي الكوميونيتي باركس، تشرب قهوتك في وش النادي بعيد عن الدوشة والزحمة. وتشييد ما نسيتش أصحاب الأعمال الإدارية والتجارية في مروج آيكون، اللي بيوفر الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية، تقدر تمارس نشاطك بسهولة. مهما فكرت تعمل مش هتحتاج تطلع بره. مبادرة رئيس الجمهورية بإشراك المجتمع المدني في أعمال التطوير والبناء. تشييد ديفلوبمنتس، A step for luxury.